السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا عارفة ان انا طولت عليكم الغيبة، بس طبعا انا كنت تعبانة جدا. بشكر طبعا كل الناس اللي سألت عليا وكل الناس اللي بعتت لي على الرسائل الخاصة، وبشكر كل الناس اللي دعت لي، وان شاء الله ربنا يبعد عنكم كل مكروه. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة جميلة، كيكة يومية. لو عملت الكيكة دي هتعمليها باستمرار، بتبقى حلوة جدا مع الشاي للفطار، وشكلها حلو كده، نصها شوكولاتة ونصها فانيليا، الأطفال هيحبوها جدا. والكيكة دي هشة وجميلة، لو عملتوها هتحبوا تعملوها كل يوم وتعتمدوها. بس قبل ما نبدأ الوصفة، ما تنسوش بقى لايك وشير علشان خاطر الفيديو يوصل لأكتر عدد من الناس. أنا كان عندي هنا 3 بيضات وحطيت عليهم فانيليا أو بشر برتقال، وكمان حطيت عليهم معلقة خل وضربته كويس جدا. للأسف المقطع ده ما تصورش. كمان هحط عليها كوباية سكر اللي هي الكوباية المعيارية، وهضرب الخليط ده كويس جدا لغاية لما يمتزج كويس جدا والسكر يدوب مع البيض بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا دلوقتي بعد ما حطيت السكر مع البيض، دلوقتي بقى هضيف السمنة. تقدري تحطي نص كوباية سمنة او نص كوباية زيت، او ممكن تحطي مزيج من الخليط، يعني نص سمنة ونص زيت. انا دايما بحط نص سمنة ونص زيت، وبعدين اضرب الخليط ده كويس جدا لحد لما يتجانسوا مع بعض بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. انا ضربت السمنة والبيض والسكر زي ما انتوا شايفين. تقدري كمان تضربيها بمضرب عادي، مش لازم تتعمل بمضرب كهرباء، او تقدري تعمليها في الخلاط، يعني تقدري تعمليها باي حاجة انت عايزاها. دلوقتي انا هحط الدقيق، عندي هنا 2 كوباية دقيق، بحط الدقيق على مرحلتين وبنخله، وكمان بحط معلقة كبيرة من المعالق المعيارية بيكنج باودر. البيكنج باودر ده يعني حوالي 15 جرام. وطبعا بقلب الكيك بالشكل ده، بقلب الدقيق مع الخليط بالشكل ده. طبعا لازم انخل الدقيق علشان يدخل فيه الهواء وتبقى الكيكة هشة وجميلة. زي ما انتوا شايفين كده، انا هحط الكمية التانية من الدقيق، الكوباية التانية بالشكل ده، وبنخلها برضو علشان ادخل فيها الهواء. وده يعني هو ده بيخلي الكيك هش وجميل. بضربها تاني. دلوقتي هحط 1/4 كوباية لبن، ممكن تعمليها بعصير برتقال، يعني زي ما انت عايزة الموجود عندك. انا هنا حطيت 1/4 كوباية لبن بالشكل ده، وبقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين. كمان هحط معلقة نشا. معلقة النشا بتخلي الكيكة هشة وجميلة، وبتديها قوام كده حلو جدا كأنها كيكة اسفنجية. حطيت هنا معلقة النشا بالشكل ده وهضرب كويس جدا. بعد ما بضرب الخليط كويس جدا، طبعا بكون مجهزة القالب، هجيب قالب احط فيه الكيكة. طبعا بكون مبطناه بالزبدة والدقيق زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا في الأثناء قبل ما ببدأ اعمل الكيكة، طبعا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. زي ما انتوا شايفين كده انا هحط حوالي 2/3 الخليط اللي عندي، اما الخليط الباقي بقى هحط عليه 2 كاكاو علشان انا عايزة اعمله بالشوكولاتة. بحط 2 كاكاو بالشكل ده. يفضل كمان ان يكون الكاكاو من النوع الحلو علشان يدي نكهة حلوة وطعم جميل. كمان انا بحب احط مع الكاكاو 2 معالق نسكافيه. معلقة النسكافيه بتخلي كده الكيكة طعمها حلو وغني، وكمان بتدي لون جميل جدا للكيكة. انا بحط الكاكاو والنسكافيه كده بالشكل ده، وبقلبه كويس جدا مع الخليط لحد لما يمتزجوا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بقلب بالشكل ده. هبتدي بقى
انزل الخليط ده على الخليط الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده. المفروض بنحط في القالب، يعني بنحط تلتين وبنسيب التلت علشان تستوي كويس. انا بصراحة كسلت احط، كان في شوية باقيين يعني، رحت حطيت الخليط كله، ما كانش فيه مسافة كبيرة. وان شاء الله لما تطلع من الفرن هوريكم لو حطيته الخليط ازيد من اللازم هتعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده بنوزع الخليط الشوكولاتة على الفانيليا بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده بنزل كل الخليط. دلوقتي بقى بجيب خلة او سكينة وبروح عاملة حركات كده عشوائية عشان ادخل الابيض في مع الشوكولاتة بالشكل ده، بتعليها باي طريقة يعني، طريقة عشوائية كده. بنعملها بالشكل ده. بحيث ان هي تبقى شكلها رخامي كده. بندخل بقى الابيض في البني بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا، وبكون مسخنة الفرن من قبلها. هسيبها نص ساعة او ساعة لعشرة، طبعا على حسب الفرن اللي عندي. طبعا لما بطلعها بختبرها بالسكينة او بالخلة، لو ما طلعش في السكينة اي شيء فهي كده استوت كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده الكيكة ارتفعت زيادة عن اللزوم كده وعملت شققت. الحكاية دي علشان خاطر يعني حطيت خليط الكيك اكتر من اللازم في الصينية، لازم اكون تسيب تلت الصينية بس. يعني هي طبعا حلوة جدا وجميلة. قلبتها بالشكل ده ودلوقتي هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شكلها حلو والسوا بتاعها جميل جدا وهشة، حلوة جدا في الفطار مع الشاي، مع الشاي بلبن، جميلة جدا. هتعملوها كل يوم وهتعجب اطفالكم جدا. وطبعا سهلة وبسيطة والمقادير دي مظبوطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. شكلها تحفة وطعمها جميل جدا والله. لو جربتوها هتعملوها بالطريقة دي على طول. بتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم. والتاني مرة انتوا وحشتوني جدا. ما تنسونيش بقى بلايك وشير كتير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.